أثابكم الله. يقول: إذا قال الرجل لامرأته إذا فعلت كذا فأنت طالق، وقال هذا على سبيل التهديد والتخويف وليس مراده الفراق، فهل يقع عليها الطلاق إذا فعلت ما نهاها عنه؟ مسائل الطلاق يسأل عنها في المحاكم، يذهب المطلق إلى المحكمة الشرعية أو يذهب إلى الدار الإفتاء، الجهات العلمية الرسمية يذهب إليها، أما الدرس ما هو محل فتوى في الطلاق.